تحت شعار طلبة سوريا في الجامعات والمعاهد، كما في الجبهات صامدون منتصرون. عقد في العاصمة الروسية موسكو المؤتمر السنوي للطلبة السوريين الدارسين في روسيا بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا باسم سودان والسفير السوري في موسكو رياض حداد وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد كبير من الطلبة. خلال المؤتمر تم طرح مشاكل الطلاب والصعوبات التي تواجههم، وقد تم التبني جميع المقترحات والمتطلبات وتقديم الوعود بحلها ودراستها. الحراك اللي شفناه هو حراك حقيقي بكل ما تعني الكلمة من معنى لنضال الطلبة السوريين الدارسين في روسيا الاتحادية الذين ينهلون العلم بيد وأيضا يقفون لجانب وطنهم. ما جرى اليوم من مناقشات ومداخلات على ألسن معظم المشاركين في هذا المؤتمر إن كان يدل على شيء فأنه يدل على حرص الطلبة على أن يكون وطننا الحبيب سوريا حصنا منيعا في وجه أعداء التاريخ والإنسانية. الطلبة السوريون انتخبوا قيادة فرع جديدة واللجان الفرعية للعمل على حل ومساعدة الطلاب وتمثيل بلدهم في كافة المحافل الطلابية على الساحة الروسية. كانت النقاشات والطروحات كتير فعالة بما يخص مشاكل زملائنا الطلبي، بما يخص التقرير السياسي والأوضاع الراهنة بالبلد. الهدف هو مناقشة كل مشاكل الطلبة اللي عم بتصير. سعادة السفير عم يتدخل بكل التفاصيل بصراحة، بأدق تفاصيلها لحل كل مشكلة عم بتصير عند أي طالب سوري. طلبة سوريا كانوا وما زالوا على العهد سائرون يحملون شعلة العلم لبناء الوطن. كل من موقعه طلاب سوريا في روسيا يتسلحون بالعلم لبناء ما دمره الإرهاب في بلادهم. للإخبارية السورية من موسكو لبنى فياض.